مشاهدينا بدي احييكم دائما عبر الحل عنا ام تي في. الموازنه صدرت بانتظار طبعا تصير قيد التطبيق، ولكن في بعض القطاعات او النقابات رافضه بعض الامور، وبالتالي خلال هالحلقه اليوم رح نتعرف عليها. بالبدايه منبلش مع المعلومه. طبعا الرقم المميز كل الناس كانت تنطره، يا تطلبوا يا يعني في وزراء كانوا عم يعطوه بشكل تلقائي، مرات كان هدية، مرات رشوة انتخابية، مش مهم، المهم انه مرات ناس اشترته بمبالغ كمان. المهم انه بهذه الموازنة رفعوا رسم او استحدثوا رسم على الارقام المميزة، مثلا الرسوم على لوحات السيارة، السيارة المميزة يلي هي ثلاث أرقام 500 ألف ليرة لبنانية، على الأربع أرقام 250 ألف ليرة لبنانية، وعلى الخمس أرقام 150 ألف ليرة لبنانية. وكمان استحدثوا رسوم على لوحة السيارة العمومية. كمان في ناس وصلت لهم هدية، هذه اللوحة وصلت هدية، يعني هن لا دفعوا حقها ولا طلبوها ولا أنه سعيوا وراها، عندهم إياها هدية حطوها، كمان لازم يدفعوا. وفي حال التغت يعني ما بقى بدهم إياها ما بيقدروا يبيعوها، هذا يلي أنا عرفته. بكل الحالات اللبناني دايما بحب الأمور المميزة، فهلأ هنيئا لكم برسوم جديدة. من المسؤول؟ من المسؤول اليوم؟ رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض، يعطيك العافية. طبعا الخير، ربيك لك ولأسف لزاعة ولمستمعينك الكرام. شكرا. مشاهدينا اليوم عم يسألوا انه صار في استحداث لرسوم على لوحة السيارة. اولا شو هي هالرسوم يلي استحدثت على السيارة العمومية؟ هي لستنا مش رسوم، في مشروع عمل لأفكار السائقين العموميين لا يحطوا نمر جديد بالسوق. هي بده يحطوا 15000 لوحة تاكسي و15000 لوحة ميني باص، نعم، ويحطوا 6000 لوحة شحن و600 لوحة لصهاريج. نعم، هذه هدية الشعب اللبناني لحتى لأفكار الشعب اللبناني لتجويع أكثر للسائقين العموميين، لأنه اليوم السائق العمومي عم يشتغل 18 ساعة أنجا ياخذ 50000 على بيته ولعائلته. عم يعني بالطريقة هيدي عم يشجعوا السوريين يشتغلوا على التاكسي والمينيباص والاوتوبيس والشحن والصهريج. نعمل مشروع كصفقه سياسيه من تحت الطاوله، نحن ما شاركنا ولا اجتماع ولا معنا خبر نهائيا، واذا تفاجئنا مثل ما الشعب اللبناني تفاجئ بوضع لوحات عموميه بالتداول. ايه بس نقيب، هذه اللوحات ما كانت مطلب حتى تنزل بطريقه شرعيه، مش سوق سوداء؟ لا مش سوق سوداء، هي الدوله بدها تنزل 15000 تاكسي. صحيح مظبوط. بتبيع اللوحه ب 40 مليون. نعم. دوري بتبيع اللوحة ب 40 مليون مقسطة على 3 سنين، بيدفع أول دفعة 10 ملايين والمبلغ الباقي على 3 سنين. نعم. وهذه اللوحة غير داخلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني قيمتها ماشية بالنسبة للمواطن، لأنه يعني بعرف كثير اليوم نعم ناس عم يشتروا اللوحة فقط للضمان الاجتماعي. بالضبط 100%. بحطوها على سيارة خصوصية بتصير عمومية بس حتى هو وعائلته يكون عندهم ضمان. 100% ستنا. يعني شو قيمتها هلا بلا ضمان؟ يعني ما لها قيمة ما هيك؟ ايه طبعا ما لها قيمة، لأنه النمرة الثانية هلا حيصير حقها من فوق ال 50000 دولار، وحيشجعوا اللبناني يروح على النمرة اللي هي فايتة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكثر من هيك ستنا، إنه المشروع اليوم لبنان 10452 كيلو متر مربع، عندنا اليوم 33400 لوحة تاكسي. الأردن قد لبنان 20 مرة و11 مليون نسمة، في عندهم 18000 لوحة عمومية. عندنا بجوز مثل البلد مثل لبنان يصير عندنا 56000 لوحة تاكسي و25000 لوحة مينوباص. هل لبنان يتات على هذه اللوحات؟ هل لبنان يقدر يستوعب هذه اللوحات العمومية؟ نعمل بلا دراسة. أول شيء المفروض كان المشروع ينعمل يعطوا حوافز للسواقين إعفاء من الميكانيك والجمرك ورسم تسجيل لتجديد أسطول النقل. ثاني شيء المفروض يعطون حوافز من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفعلوا التفتيش، يعطون يفوتوا أدوات صحية جديدة مثل عيون مثل أسنان
والى اخره. المفروض كان ينعمل خطه نقل شامله ومتكامله على جميع الاراضي اللبنانيه، بعدين بيعملوا دراسه معينه على جميع الاراضي اللبنانيه اذا لبنان بيستوعب هيك نمر او لا. نحن اليوم كاتحاد عام للنقل بكره عندنا اجتماع الساعه 3 بالمكتب، نحن رافضين هذا المشروع رفضا كليا. نحن صدر المرسوم حنروح فيه على مشورة الدولة أو بدنا نشوف 10 نواب ليطعنوا بهذا المرسوم لدى مجلس النواب. نائب عندي سؤال، هو كان بطلع. مطلب خصوصا للسائقين يلي عندهم شاحنات نقل خارجي لما حاولوا أخذوها ودفعوا لما إجوا بيشتغلوا بالدائرة قالوا لا أنتوا بس للنقل الخارجي، وكلنا بنعرف اليوم قد ايه بده يستوعب النقل الخارجي خصوصا مع اعاده فتح معبر نصيب. يمكن كانت حل يومتها قلنا تنزل الدوله لوحات كرمال تنحل هالمشكله، مشكله هؤلاء، ولكن انه تكون بلا ضمان، مين رح يرضى اليوم يكون عنده لوحه دافع عليها 40 مليون بدون ضمان؟ بعدين الشعب اللبناني، اي مواطن لبناني ستربيكا قادر اليوم معه كل شهر يدفع مليون ليره. بعدين في شغلة تانية كمان بدي أسأل عنها، هي موضوع يعني إذا ما عنا ضمان ونزلنا هاللوحات، بدل ما ننزل لوحات ما كان من الأفضل نعمل حملة للخصوصي ونعمل اللي أنت حضرتك عم بتقوله خطة نقل؟ يعني نحن بس بلبنان لو عنا خطة نقل يعني بيركزوا بيقولوا السنة بس بنعمل خطة نقل، شوف قديش منوفر على العالم، منوفر على جد سير، مش بس عجقة سير وكثير من الامور. اليوم عم بتقلي انه السوري، ذكرت السوري انه بيسوق على السياره، طب ما اللبناني عم يعطيها وعم بيقول باخر الشهر بدي هالقد، شو عم بجيب صورته من برا؟ ان قانون عمل لبناني 46 السير، نعم، لا يحق للعامل الاجنبي على العمل على التاكسي والميكروباص والاوتوبيس والشحن والصريج، تتفضل الدوله اللبنانيه تطبق القانون. اذا هلا الدوله اللبنانيه ما طبقت القانون لتنزل لوحات عموميه على السوق بتطبق القانون ولا ممكن؟ انا ما مش بقتنع بهالدوله اصلا، ما عندي قناعه بهالدوله، ما عندي ثقه بهالدوله. في عندنا قوانين تتفضل الدوله تطبقها قبل ما تنزل 15000 لوحه تاكسي و15000 لوحه مينيباص، تتفضل تكر قانون مزاوله بنت النقل العام للركاب خطه النقل بمجلس النواب، توقف السوري، توقف العمليه الاجنبيه، توقف الخصوصي والمزور، تعمل دراسه للسوق. إذا السوق كان بحاجة لوحات تاكسي أهلا وسهلا بهالدولة، نحن موافقين تنزل إذا بحاجة للسوق، ولكن لبنان لا يستوعب هذه الكمية من اللوحات العمومية، هذه عمل لأفكار الشعب. يعني هلا يلي عندهم لوحات لما نزلوا هاللوحات هول بلا ضمان، يعني بشكل تلقائي اللوحات القديمة اللي عليها ضمان بدها تزيد سعرها وبدها تصير سوق سوداء كمان. إي طبعا ستنا، وهيدي مين بيضبطها؟ ما حدا بيتبطل، مين بيتبطل؟ سوق حرة. ومين بيحمي المواطن اللبناني؟ وما حدا بيحمي المواطن اللبناني، أي دولة بتحمي صيتنا؟ هذه ملكية خاصة، أنا حر بيعها ب 100,000 دولار، حر بيعها ب 10 دولار. يعني أنا حبيت ضوي على هالنقطة هيدي لشوف شو ردات فعلكم بالوقت ذاته، لأنه كتار مثلا الأشخاص اللي سألوني إنه إذا حطينا نمرة عمومية هيك بصير عنا ضمان، يعني خاب أملهم لأنه لا ما رح يكون عندهم ضمان، يعني ما رح ياخذوها للوحة. يعني الحمد لله الصندوق الوطني رفض هذا المشروع لأنه كان بنية إفقار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعني حتى لو انعمل ضمان على هاللوحات كان افتقر الصندوق؟ نعم كان افتقر الصندوق، ما بيحمل، ما بيستوعب هالكمية من اللوحات العمومية. يعني من هيك عملوه منقوص يعني بدون ضمان. صح مضبوط. ولشو بده يعني اليوم السيارة قد ايه بدها تطلع؟ بتطلع بنزيناتها مع ارتفاع سعر البنزين وما في دعم؟ أكيد لحتى بكره الشعب اللبناني يشتريها ويعطيها للسوري ليشتغل عليها، هي بالعالم شبرح. بكل الحالات نقيب ان شاء الله يكون في اعادة نظر بهذا الموضوع. هلا مثل ما قلت المرسوم طلع ما قلكم الا حلين، يا شورى الدولة يا اللهم ما فيها الاعتصام السلمي. مجلس صحيح. شكرا لك نقيب مروان فياض. باخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور مدام روبيكا. نعم يسعد مساكي. اهلا فيكي. انا في عندي مشكله بدي اطرحها لحضرتك. نعم نعم. في عندي جوز بنتي موظفه بوزاره الاسكان، نعم، من 4 شهور ونص هو راجع على بيته الظهر، وقف قلبه على المتحف الطبي، وقف قلبه، نعم، سلامته. نقلوه على تورديه، كان صار 25 دقيقه قلبه واقف، تلف دماغه، فات بكوما نباتيه، ورغم هيدا الوضع عملوا له قلب مفتوح.
وبعده عوضوا الثمان بيدفع اسم ونحن ندفع اسم. صار كتير كتير علينا مصاريف. بعدين هلا طبيبة الضمان بتقول لها لمدامته انا بكون مرتعمة، بتقول لها خلص دبري حالك، بدك تطلعي وضع استقر، لا بتحسن ولا بيس ولا بيموت، شوف شو بدك تعمل. طب مدامته ما بتشتغل، مدامته مريضة عندها سكر وعندها ثلاث أطفال، إذا بدنا يطلعوا لي عب حناس ما فيها تدفع المصاريف، إذا بدنا يطلعوا لي على البيت صوري مدام ربك البي مسجلة مع ميت ولا طيب ولاد وبيت. بدنا من حضرتكم يعني ما بعرف شو بدنا نعمل، إذا حضرتكم تسمحوا لنا إنه تحكوا مع طبيبة الضمان يضلوا بالأوبيتال إذا في مجال. بأي مستشفى؟ بعده بأوتيل ديو؟ نعم بعده بأوتيل ديو. نعم خليني أشوف يعني، بدي أرجع أشوف معهم إذا في إمكانية، لأنه إذا بعده كوما يعني بتفاجأ لا يعملوا له قلب مفتوح ولا يعملوا له ما دام هو كوما يعني. ما فهمت أنا هلا، ما بدي أدخل بالطب مني طبيبة، بس بدي أقول إنه المواطن اللبناني اللي بيصير معه هيك حال ما بعد حدا يضمنه، طيب شو بيعمل؟ بيموت؟ بيتركوه هيك بزتوه على الطريق ولا بيقول لأهله دبروا راسكم؟ هيدا ما بيصير بهذا البلد. خليني أرجع أشوف مدام، بس يا ريت تحت الهوا تعطيها لجوانا اسم المريض، بس عندها يا جوانا عم بتقلي على دينته مع الرقم. خلص أوكي، خلينا نشوف نحن شو فينا نساعدك، وأهلا وسهلا فيك، يلا إن شاء الله على سلامة. هلا اكيد اذا حدا بيحب يساعد هالعائله كمان بيكون شيء كتير منيح، لانه ثلاث اطفال، مره ما بتشتغل والبي موجود بالمستشفى مع كوما. باخذ كمان اتصال. الو 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 الو. ايه اهلا اهلا، انا فادي طالب خاصه ريبيكا. ايه معك ريبيكا، تفضل. يلا حبيبتي قل لي شو عندك. ما قلت لك الموضوع تبعي بالنسبة لتوليف الوظائف للشباب بهالفترة اللي قدرت خمس سنين، يعني عمليا نحن عنا تقضي بالشهادات، شو بنعمل فيهم هدول؟ شو بنعمل فيهم أولك؟ شو بدنا نعمل فيهم؟ أنت شو رأيك؟ ما بعرف يعني. أنا لحكي بدي أخبرك شغلة، لألك شغلة، أنا معك على تحت الهواء، أوكي. ستنا أنا مربي قديم، يعني أنا 47 سنة خدمة بالتربية والتعليم، عليه كيف حطيت رسميلي ومالي انا ومدامتي بتعليم اولادي. هلا في عندي دكتور بالاتحاد الدولي اللي بالوسيله التوصيليه بباريس، لتوصيلي بهالكلمه بدي اقولها واضطرني اقولها، باوروبا عرفوا قيمته، بلبنان ما حدا سمع فيه الا كم شخص من صحابه واصدقائه هون في لبنان. وعندي ثلاث شباب كمان، واحد منهم ماجستير والثاني ليسانس والثالث رابع ليسانس. وهن هلا بعدهم اولادك بلبنان؟ بعدهم ليك الشاب الدكتور هلا هو بلبنان عم يتابع موضوع شغل سادر مع الحكومه اللبنانيه بالتنسيق مع الحكومه الفلسطينيه. نعم نعم. اما الشباب الباقيين الثلاثه الباقيين قاعدين شغله ولا عمله، واحد خالص ماجستير سنه 2013 فهمت علي كيف؟ وفي عندي بنت كمان عم تدرس هلا ماجستير، فهمت علي؟ وفي عندي ولد ليسانس خالص. وقاعدين انا بعدني عم طعميهم، لا تقصيني بالكلمه انا بدي اقولها مضطر اني اقولها، انا بعدني عم طعميهم، لا فتوا ولا غمسوا. وفي عندي اولاد باعمارهم بين 26 و27، وفي واحد تحت 30 سنه، فهمت علي كيف؟ نعم. لما نتعشي انت خمس سنين التوظيف في لبنان، طيب معناتها عم يقولوا لنا بتنفيذ غير مباشره، دب الشمسه يا استاذ والله معك. وانا فنيت عمري بالتربيه والتعليم، وانا كنت مدير سنويه سابق، انا هلا متقاعد من سنوات تقريبا. لاقول لك شغله، معك حق، يعني هيدي الخطوره بالبلد اللي ما حدا واعي لها، يعني لما نعم. قلنا 5700 طالب وطالبه هاجروا وما بقى راجعين على البلد، خفنا، نحن خفنا، بس الدولة ما هزلها جفن، ويمكن يلي راحوا هودي قادرين اساسا يروحوا، كان بعد عندهم شوية امل، بس في قدهم اكثر ومنهم اولادك كمان اللي اليوم صاروا بعمري اسسوا بيوت واسسوا عيال، بعدهم لهلا ناطرين وظيفة. هيدا المطلوب اليوم، نأمن وظائف للشباب، مش نقول ممنوع التوظيف بالدولة، لما منوظف بالمكان المناسب بعتقد بيمشي الامور. بعدين يلي عم يتوظف اليوم للاسف ما عم ياخذ المعاش اللي هو طامح فيه، يعني ما بيرد له علماته ولو اشتغل 50 سنة، وكمان هيدي في خطوره، يعني احنا بندق نحن وياك ناقوس خطر، مين تركين البلد اذا الشباب وطاقاتهم وعلمهم استثمروها بالجامعات ولكن ما قدروا استثمروها بالحياه؟ عندك كل الحق، انا معك 200%. هلا ما بعرف شو هو الماجستير باي اختصاصات هن، بس انا بتمنى على ارباب العمل اللبنانيين
إذا عندكم مجالات بليز يعني معلي شبابنا بدها تشتغل، ما بدنا تروح لمطرح تاني. باخد فاصل وبعدين منتابع. منتابع الحلقة عنا وباخد اتصال جديد. ألو؟ 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 ألو، يعطيك العافية مدام ربيكا. أهلين. الله يخليكي. أنا تاجر عقارات بعمر بنيات بالشمال بكسبة بالكورة. نعم. أسعد نقولها زايدين. أهلين مدام ربيكا. نحن عنا مشكل إنه نحن بننزل عند مديرين البنوكي تنعرف شو فيه شو صار بمشروع الإسكان، ما بيقدروا يعطونا جواب لا سلبي ولا إيجابي. في شباب صدقيني مرتبطين مع شقة حقها 200 أو 250 ألف دولار ب5,000 دولار وب10,000 دولار. كمان نفس الموضوع مش عن يقدروا لا يعطونا لا جواب لا سلبي ولا إيجابي. بس نحن بقى نعرف حالنا بقطاعنا لوين رايحين، وبناشط الدولة بس بكلمتين. رفعت هالفوايد عطلت القطاع العقاري. أي بلد أي موازنة ما في قطاع عقاري شغال مدام ربيكا ما بيقدر هالبلد يقلع، لأنه قطاع العقاري هو اللي بيعطي الدفع، هو اللي بيجيب المستثمرين، هو اللي بيعطي كل شيء لأي بلد. مرتبط فيه أكثر من 52 مهنة. أحسن أحسن من أي أختي، ما بدها شيء. معالي الوزراء اللي هن على راسنا وعيننا، وفخامة رئيس الجمهورية اللي على راسنا وعيننا، بس يعملوا شغلة. أنا بنصحهم إياها يجبروا اللي بيتعاطى بقطاع بالقطاع التجاري إنه يسجل، بالقطاع العقاري إنه يسجل. يسجل خلال مدة 15 يوم أو شهر إذا اشترى عقار يسجل. صدقيني يا مدام ربيكا بيعطي للدولة ما حدا بيعرف شو بيفوت للدولة من مصاري. صدقيني يا أختي، بس تدرسوا هيدي، هاي بس هيدي النقطة. يسجل، ما ناخد بوكلات يا أختي، ما نشتري بوكلات يعني عادية وغير قبل العزل بتخدمنا العادية أربع سنين يعني. بس بس يشتري يسجل، يعطوا مهنة شهر يسجل. يا أختي فوائد نعم. البنوك اللي عم يعطوها مرتفعة صدقيني بتذبح البلد، بتجمدو ما بتخلينا لك لك بلد. نحن بنكون عم نذبح نفسنا بإيدنا، وهذا اللي صاير هلا للأسف. ما حدا سألين، ما حدا لك يا عمي، بس يطلعوا على راسنا الكل. إذا القطاع إذا من مدة 3 شهور نعطى 5.9%، فخامة الرئيس قال لا ما بدي أنا هالشباب تدفع هالفوائد، سحب هذا القانون، سحب هذا القانون على اساس انه الفوائد بلا تنزل على الاسكان. لحد هلا ما حدا عم يحكي فيه، لانه مصرف مصرف لبنان كان داعم بالليره اللبنانيه. نعم داعم نعم الاسكان مزبوط. بالليره اللبنانيه. اليوم المصارف ما بترضى بالليره اللبنانيه، بدها بالدولار. نعم. ما حدا رح يجي يتحول للدولار بفوائد متحركه. هيدا هي العقده. يعني اليوم المؤسسه العامه ولا مصرف الاسكان بدك تعا اهلا وسهلا فيك جيب لي موافقه بنك. نعم مضبوط حديثك تحت امرك، بس نحن عم ننزل على البنوك عم نحكي مع المديرين لتوخذيني بهالكلمه، ما عندهم اي تشجع 1%. ليه؟ لان هن عم يدينوا الدوله. اي مضبوط. هن يا عمي الدوله حدا، يا اختي حدا بينتحر نحن عم ننتحر. يعني مش انتو بس، يعني حتى الشباب يلي ملتزمي اليوم يلي ما انا قادرة تكمل ولا قادرة تترك. يعني صدقيني لما بيجيني الشاب ابن 20 و25 و30 سنة حابب انه يشتري بيت وبيطلع مش قادر وبيغض، كأنه انا الغصيت. على كل حال يعني هيدي صرختك مش لحالك، صرخت كتار. ويعني ومثل ما قلت هذا القطاع اذا ما تحرك وما حرك معه كل هالمهن نحن مش بانهيار، نحن ما بعرف وين واصلين. ما بعرف، اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله انه بعرف انه بالسراي الحكومي صار في اجتماع تنين الماضي كان كل المعنيين بموضوع القطاع العقاري والبناء مجتمعين، وطلع توصيات. إن شاء الله هالتوصيات تترجم حتى شوي يرجع يتحرك هذا القطاع ويعني ويعطي مفاعيله. أهلا وسهلا فيك. بأخذ بعض اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو. بونجور. بونجور. يعطيك العافية مدام ريبيكا. أهلين. عم بحكيك من عمان، سلطنة عمان. إيه أهلا فيك. عنا أهلا فيك. كان نحن عنا أمل كبير من بعد ما وقفت الرحلات المباشرة من عمان لبيروت،
انه ترجع تستأنف مثل ما وعدونا على بدايه الموسم السياحي. نعم. انا بستغرب كيف الميدل ايست بهالحاله ما بتتحرك انه تاخذ كل هالعالم اللي هم بحبوا يروحوا دايركت فلايت من عمان على بيروت خصوصي بالموسم السياحي انه ما تأمن هالخدمه. من مسقط على عمان. طيارة ثلاث مرات. مش من مسقط على بيروت بسلطنة عمان؟ صح صح صح. يعني هلا عم بيروحوا على قطر ومن قطر على مسقط ما هيك؟ او من الامارات. او من الامارات. ولا مره سيروا خطوط. هلا نعم صار في كمان اشكال باليونان نوصل على اليونان بعدين من اليونان بنرجع على بيروت. سؤال بس صغير. كانت الرحله بتاخذ بتاخذ حوالي 7 ساعات دايركت فلايت من مطار للمطار من مسقط لبيروت، هلا صارت عم تاخذ اكثر من 12 ساعه. مع خطوطين وقلعين. نحن رح يعني نوصل. اهلا وسهلا فيك. صورة اليوم نشوفها سوا. صورة موجعة جدا. هذا الشخص أول شيء كبير بالعمر أكيد مريض موجود برأس النبع، ما بعرف مين رح يهتم فيه، مين فيه يعني يقدر إنه يشوفه ويهتم فيه. هو على الطريق بينام وقاعد مثل ما شايفين. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.